ضيفتنا الدكتورة عصمت حوصو، الدكتورة مؤلفة كتاب الجندر وباحثة ناشطة في شؤون المرأة. أهلا وسهلا دكتورة فيكي. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. دكتورة، ألفت كتاب اسمه الجندر. يمكن كثير ناس ما بيعرفوا شو يعني الجندر. نعم. فبدنا نسألك شو الجندر وليش ألفت هيك كتاب؟ السؤال الأول نبلش فيه إنه ليش ألفت الكتاب؟ إنه أنا لما كنت بسوي رسالة الدكتوراه كنت مهتمة بالمفهوم وبالموضوع كتير، لأنه بحاكي وبلامس ثقافتنا العربية وحياة المرأة بشكل عام والعربية بشكل خاص. فلما كنت أدور على معلومات اكتشفت إنه ما في مراجع باللغة العربية، بالمقابل هناك الكم الهائل من المراجع باللغة الإنجليزية ولغات أخرى، باستثناء طبعا عندنا بالثقافة العربية بعض الكتب التي كانت تترجم أو تقدم المفهوم بالطريقة الغربية البحتة. فأصبح لدي حماس كبير أنه بعد ما أخلص رسالة الدكتوراه أني أسوي كتاب أكاديمي يتم تدريسه، بالذات أنه عندنا بالجامعة الأردنية كان قسم دراسات المرأة يعني وما زال موجود. هلأ شو معنى الجندر؟ هذا موضوع كبير يعني، هو بيحتاج هو الكتاب كله بقول إيش الجندر. نعم. هو الكتاب أكاديمي، فبالتالي يمكن الشخص الغير متخصص شوي يستصعب الأمور، فأنا يعني مفكرة later on أنه إن شاء الله أخفف لغة الخطاب فيها عشان يكون واصل المفهوم للكل، لأنه موضوع مهم وبلامس حياتنا بصراحة. فالجندر هو الكلمة غربية، هو غربي المظهر، شرقي الجوهر والملامح. ف كان هناك محاولات، لأنه بداية ظهوره في التسعينات رفض من المجتمعات العربية، لأنه دائما نرفض شيء جديد وقبل أن يفهموا فحوى المفهوم وعلى ماذا يتحدث. فتم تعريبه، كانت هناك محاولات عديدة للتعريب. بعد ذلك اتفق على يعني تم الإجماع على اعتباره النوع الاجتماعي الذي يقابل النوع البيولوجي، بمعنى أننا نولد ذكور وإناث بيولوجيا، ولكن نتنشأ من خلال عملية التنشئة الاجتماعية ومؤسساتها، ابتداء من الأسرة مرورا بالمؤسسة التعليمية والإعلام والمؤسسات المجتمع المختلفة. فنتنشأ ونصبح رجال ونساء، نحن لا نولد رجال ونساء، لأنه نتعلم أدوارنا، كيف نمتثل إلى الأنوثة كنساء وكيف نمتثل إلى الذكورة كرجال. فالجنس هو ذكر وأنثى بيولوجيا، الفروق البيولوجية بين الجنسين. أما الجندر هي الفروق من حيث الأدوار والمكان الاجتماعية وهي مكتسبة. فالجنس على الأقل في ثقافتنا العربية موضوع ثابت غير متغير، بينما الجندر موضوع متغير يواكب مستجدات الحياة. فأدوار المرأة الآن اختلفت عن أدوار المرأة سابقا. اختلاف الأدوار يؤدي لاختلاف المكان، اختلاف الحقوق، اختلاف الواجبات بين الجنسين. فالجندر هو مفهوم النوع الاجتماعي الذي يقابل النوع البيولوجي والذي يتم اكتسابه ويختلف من ثقافة إلى أخرى ويتغير عبر الزمن. نحن نتغير بالأدوار، نتغير بالسلوك، نتغير بمظاهر الحياة التكنولوجية والمادية، ولكن من حيث الاتجاهات ومفاهيمنا عن أنفسنا وعن الجنس الآخر ما زالت بنفس الطريقة. طب شو علاقة الجندر في المجتمع العربي؟ وهذا سؤال كتير كبير وكتير مهم. هلا الاهتمامات الحالية في المجتمع العربي بشكل عام وبالأردن تحديدا، يعني مشينا احنا قطعنا شوط كتير كبير في مأسسة الجندر. هلا العمل يقوم على مأسسة الجندر، بمعنى إدماج مفهوم الجندر في كافة المؤسسات سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، في التعليم، في الوزارات، في الإعلام. لماذا؟ حتى يكون نسب التمثيل بين المرأة والرجل متقاربة، لأن المرأة تعلمت، المرأة دخلت حيز كان في السابق محتكرا على الذكور، المرأة أصبحت أثبتت جدارتها عندما أعطيت الفرصة لذلك، فبالتالي أصبحت نسب تمثيل المرأة للرجل يجب أن تكون متقاربة. هذا أولا. ثانيا من حيث الفحوى، بمعنى الكونتنت اللغة وما يحتويه هذا المفهوم، لأننا نحتاج إلى وجود الجنسين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل مؤسسة وفي كل مدرسة وفي كل جامعة، لأن الفروق البيولوجية بين الجنسين تؤدي أو تفرز احتياجات مختلفة للجنسين. فبالتالي المتلقي أو الشخص الأمام يحتاج إلى امرأة من وجهة نظر أخرى تقدم رأيها وتقدم أدائها، ويحتاج إلى رجل يقدم رأيه ويقدم أدائه. فبالذات في قطاعات معينة يعني بتحددها الثقافة أو بتفرضها، يعني مثلا في بعض الحالات هناك تخصصات بالطب، مثلا بعض الثقافات ترفض وجود ذهاب المرأة إلى رجل، فيجب أن يكون بهذا التخصص نساء.
بالتعليم ايضا يحتاج المتلقي ان يسمع وجهه نظر انثويه او نسويه في اي موضوع في الدنيا. بالوزارات ايضا قطاع الشرطه مثلا، يعني في بعض الحالات والجرائم في السابق كان يتم عرقلتها لأنه كانت الحجة أمام لأنه هناك حريم أو هناك خصوصية في البيت، فممنوع أن يدخل الشرطي مثلا، فبالتالي قد يهرب المجرم أو يتم تغطية جرائم كثيرة. لكن الآن بوجود النساء في قطاع الشرطة أصبح من السهل على القانون أن يكتشف الجريمة أو أن تدخل هذه النسوة إلى المكان الذي يوجد فيه نساء حتى لا يمثلنا حماية. القضاء أيضا، القاضي الرجل قد لا يشعر بمشاعر الأنثى عندما يحكم، وكذلك القاضي الأنثى قد لا تشعر بمشاعر الرجل عندما تحكم معه أو ضده وهكذا. فنحن بحاجة إلى وجود الجنسين في كل الأماكن، نحن بحاجة إلى وجود وجهتين نظر، لأن الله سبحانه وتعالى في آيته الكريمة عندما قال يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل المفاضلة بين الجنسين إلا بالتقوى والعمل الصالح، فهو خلق النوعين، قام المجتمع الإنساني على النوعين رجال ونساء، ذكور وإناث، فبالتالي نحن نكمل بعضنا الآخر، نحن النصف ونصف الآخر. وهذا يبرر الصورة اللي سألتيني عنها، إنه ليش هاي الصورة، ليش هاي الصورة حطها سيدة ورجل وبناتهم الكليبسك تشبك بناتهم؟ هلأ عشان أوضحها، هلأ هاي الصورة كانت لرسام عراقي أخذت منه إذن عشان أنشرها، طبعا للأسف تشوهت الصورة بالفوتوشوب يعني، لكن بشكل عام بيني إنه الصورة كانت هي توحي من بعيد وجه واحد أوكي، لكن لما تقربي عليه بتميزي أنه في نصف أنثوي ونصف ذكري، بمعنى أن المجتمع قائم على الجنسين وهناك نصف نساء ونصف ذكور، وجهة نظر أنثوية وجهة نظر ذكورية. هلأ الكليبس أو الفراغ اللي بينه أنه نحن نقرب وجهات النظر ونكمل بعضنا الآخر، ونحاول أن يعني نضع الكليبسات القوية. فهي هنا بدأنا بالعمل وهي جهود الحركة النسوية في العقود السابقة وجهود الحركة النسوية في الأردن، لكن ما زال الفراغ قائم، فنحن نحاول أن نطبقهما على بعض حتى يصبح وجه واحد ووجهة نظر متكاملة، نصفها من النساء ونصفها من الذكور، الأداء يكون متكامل، وجود المرأة والرجل معا في كل الأماكن ليساعدا بعضهما ونكمل البعض. حضرتك دكتورة ناشطة كمان في شؤون المرأة، لقيتي في حكي في حراك عم بيصير عشان تطبق الجندر على ما فيما يتعلق في حقوق المرأة في الأردن؟ هلأ الجندر للأسف أنه لما بلش يظهر في الدول العربية ولما بلش يتقدم أنه كان البعض أخذ ورشات عمل من مؤسسات أخرى فطبق على أساس ورشات العمل ولم يقدم بطريقة مؤسسة صحيحة بطريقة علمية صحيحة، لدرجة أنه اختزل وفهم ورفض من الآخرين. لماذا؟ لأنه كان يقدم على أساس أنه المرأة تساعد الرجل في أعباء الاقتصادية فيجب على الرجل أن يساعدها في المنزل، اختزل لحدود ضيقة جدا على الرغم من أهميته وخطورته وأهمية وجوده ومؤسسته. فبالتالي لأنه المفهوم يعني لم ينتشر بطريقة صحيحة بشكل كامل، فما زال مرفوض إلى حد ما. وحتى بالجيل الجديد، الجيل التكنولوجيا وجيل الإنترنت، وأنا بلاحظ هذا الحكي مع طلبتي في الجامعات، إنه أولها بيكون في رفض لسه مش مفهوم، لحد ما نصير شوي شوي نطبقه وشوي شوي نكسر أو نفتت أو نفكك الرواسب الثقافية ليتقبلوا. في كتابك حاطة كانت النساء قديما يعتبرن رجالا ينقصهن العقل. نعم، وما زالت هذه الفكرة سائدة، هي صور نمطية للأسف، صور ما تغيرت نمطية مع مرور الزمن. هلا النقطة المهمة في هذا الجانب، ويعني إذا بتلاحظيها على أرض الواقع، إنه على مستوى السلوك أحيانا الأب أو الزوج أو الأخ الرجل بشكل عام قد يمارس عدالة إلى حد ما، لكن على مستوى مفاهيم واتجاهات دائما في فجوة ما بين مفاهيمنا وتصوراتنا عن الجنس الآخر وعلى مستوى السلوك. يعني قد يعني يسمح الأب لبنته السفر والعمل والحرية والزوج كذلك والأخ، لكن لو على مستوى نقاش لا يمكن، المرأة كذا المرأة كذا.
الصور النمطية والرواسب الثقافية فورا بتخرج. هلأ ما زال ينظر للمرأة أنه مهما حققت من إنجازات ومهما تطورت ومهما أثبتت ذاتها وأثبتت وجودها في المجتمع، ما زالت أنها ينظر لها على أنها رجل ناقص، أو أنها تنقصها ما الامتيازات الممنوحة للرجل من الثقافة ومن المجتمع. دائما أنا أستخدم مثال جميل عندما أدرب على المفهوم أو للطلاب، أنه هنا لما يكون عندنا طيرين، طير أقصقص جناحه وطير أخليه زي ما هو، وأقول للطيرين بدي أعمل مسابقة وأقول لهم طيروا، يعني أبلش لهذا الطير الكامل بيطير وبيرفرف وبيطير فوق وممكن يرجع محله. الطير المقصوص جناحه بيضلوا يحاول يحاول يحاول، قد يعني يمكن يطلع شوي ويريد يرجع. فما من ليس من العدالة أن أحكم على هذا الطير أفضل منه، وهذا وضع المرأة والرجل في المجتمع للأسف. فالمرأة إذا كان هناك في عدالة في توزيع الأدوار، عدالة في توزيع المهام والمسؤوليات، عدالة في القوانين، عدالة في كل شيء في الحياة مثل ما ربنا الله سبحانه وتعالى منحنا هذه العدالة، فبالتالي تستطيع المرأة أن تثبت جدارتها مثل ما أثبتتها في بعض المواقع عندما أتيحت لها الفرصة. والحكم أيضا هنا الخطورة في الموضوع، يجب أن يكون الحكم سواء على المرأة أو على الرجل بمنطلق فردي. ففشل امرأة لا يعني فشل جميع النساء، وفشل ونجاح رجل لا يعني نجاح جميع الرجال. لكن بما أننا مجتمع أبوي ذكوري في العالم كله، يعني على سبيل المثال ليس فقط بالمجتمع العربي، ولكن مجتمعنا العربي له خصوصية ثقافية، أحيانا تعطى ممارسات غير شرعية إطار شرعي، ويتم لصق للأسف بعض الممارسات الخاطئة بالدين، وهو الدين بريء منها بشكل كامل. ونحن هنا كمان يتم التسليط علينا بشكل أكبر بحجة حقوق الإنسان وبحجة شجة أخرى، على الرغم أن المرأة تتعرض للإساءة في مجتمعات الغربية، لكن هناك على مستوى قوانين وعلى مستوى قد تكون منفتحة ومرنة أكثر من وجودنا. فطالما يوجد مجتمع أبوي ذكوري، وطالما الثقافة تركز على قوة الرجل ومنحه امتيازات وحقوق أعلى من المرأة، وتختزل المرأة بشكلها أو بجسدها أو بأماكن محددة، وتتناسى عقلها وتتناسى أدائها وتتناسى قدراتها، فبالتالي سيبقى الوضع على ما هو عليه. التغيير الاجتماعي، نحن نشهد تغيير اجتماعي سريع ومتسارع في الوقت الحالي، لكن غالبا التغيير على مستوى المفاهيم بطيء غير ملموس، لكن هناك تغيير. فيعني لا أحب أن أكون متشائمة وسلبية، هناك تغيير الحمد لله من خلال الإعلام والتعليم والعمل المتواصل من الأعلى ومن الأسفل، من القاعدة على مستوى قاعدة ومؤسسات التنشئة ومن الجهات العليا وصناع القرار، إن شاء الله منحقق تغيير بشكل أفضل. طب لامسي هذا التغيير بصفتك يعني أستاذة في الجامعة مع طلابك، يعني لما بتحكي لهم هاي المبادئ وبتحكي لهم، وبذات الوقت بيقروا بكتابك إنه المرأة هي تعتبر يجب أن تظهر على الدوام مهيئة لرغبة الرجال وخاضعة لسطوتهم ومطيعة لإرادتهم، فكيف ممكن أنك أنت تغيري هالمفهوم عند الطلاب؟ أنا بالبداية زي ما ذكرت أنه بواجه الصعوبة أولها، لكن على مر الفصل بصير بحس في تغيير، في تفكيك وتغيير، لدرجة أنه بالفاينل مثلا إجاباتهم بتكون مقالات رائعة، يعني بحب أني مرات أحتفظ فيها وأنشرها لأنه بيكون في تغيير. فتغيير لو طلعت بالفصل بأكم من شخص ذكور أو إناث لمست التغيير فيهم، أنا بعتبر حالي نجحت. لو غيرت ببعض الأشخاص بطريقة يعني يحاولوا يفككوا، أنا مش بالضرورة إحنا نغير لهم بشكل كامل، نعلم يعني أنا دائما بحب نظرية التفكيك، نفكك ما هو موجود عشان بعدين نفكر شو الصح ونوصل لنتيجة صحيحة. حلو. في أنتي ناشطة كمان على الفيسبوك وبتكتبي دائما مقالات كتير حلوة، في واحدة المقالات اللي كتبتيها حبيتها كتير أنت بدك تحكي لنا عنها، اللي هي هؤلاء ذكور ولكن بدون رجولة، وختمتيها بإشي كتير حلو، بس بحبك أنت تعلقي على هذا المقال. هاي مقالة يعني بتحكي عن الواقع وبتلامس حقائق بلمسها دائما يعني من مشاهداتي. فنحن النساء نريد رجالا وليس ذكورا، وبالتأكيد بعض الرجال يقولون نحن الرجال نريد العكس، يعني نساء وليس إناثا فقط. للأسف بدأت كلامي قلت أن الذكورة والأنوثة تختلف عن الرجولة والنسوية، فنحن نتنشأ على أن نتعلم أدوارنا ونصبح رجال ونساء.
الرجولة بمجتمعنا العربي على الرغم من قدر ما تحمله هذا المفهوم من مسؤولية وأمانة من الله سبحانه وتعالى أولا ومن المجتمع والثقافة السائدة ثانيا، لكن يتم اختزال الرجولة بالتحكم في الأنثى، اغتيال شخصيتها، ممارسة عليها علاقات غير شريفة، والتلاعب بمشاعرها، وإيذائها نفسيا وإيذائها عاطفيا وإيذائها جسديا، تعنيف بكل أشكاله، هذه ممارسة الرجولة للأسف. فبالتالي اختزال الرجولة إلى هذه الممارسات التي غير مقبولة دينيا ولا أخلاقيا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا، هذا عيب بنظري. فبالتالي مفهوم الرجولة هي موقف، هي سلوك، هي شهامة، هي مروءة، هي قيم عليا استمدت من ثقافتنا العربية اللي بدورها استمدت من روح الدين. فبالتالي لو كل رجل يعامل المرأة التي أمامه على أنها نصفها الآخر، قد تكون والدته أو أخته أو بنته أو زوجته، ويعاملها بطريقة يوجد فيها مخافة الله ومخافة المرجعية والأطر الثقافية السائدة، فبالتالي سيعرف إذا بدنا ندمج العلم والدين ما يسمى بالكارما، أن كما تدين تدان بالمثل العامي. فبالتالي أي شخص يقوم بممارسات خاطئة تجاه امرأة لا تخصه سيعيد الزمن نفسه وتتعرض امرأة تخصه بهذا بنفس الأذى التي تعرضت له. إذا آمنا أن الله هناك عدالة إلهية، وآمنا أن هناك في الكون ما يسمى بالجاذبية للممارسات والسلوكات، فبالتالي هذا الحكي هذا الكلام سيحدث. فبالتالي أنا أقدر الرجولة لأنه النصف الآخر، وأقدم الأنوثة وأقدر النسوية. وهناك أيضا ممارسات من النساء أحيانا أيضا تكون معاكسة، أنا يعني لا أتشدد، لكن دائما أركز على المرأة، لأن المرأة هي تعرضت إلى التهميش وإلى التمييز على مر العصور وما زالت تتعرض إلى حد الآن. فبالتالي تعريف الثقافة، من يعرف أدوار المرأة والرجل، من يعرف مواصفات المرأة والرجل، الثقافة السائدة. فإذا أردنا أن نخضع لإملاءات الثقافة، ضغوط الثقافة، فيجب أن نخضع لها بكل شيء. المرأة عرفت أدوارها ومواصفاتها، والرجل عرفت أدواره ومواصفاته. فليس أنا لكوني امرأة يجب أن أجلس في البيت، ممنوع أن أتكلم وممنوع أن أعبر عن رأيي، ويجب أن أكون خاضعة للرجل بكل شيء حتى لو كانت وجهة نظري أصح. وممكن الرجل في النهاية يعني يسمع كلام المرأة ويمشي كلام المرأة، لكن بالآخر أنه أنت امرأة مهما فعلتي، مهما أنجزتي. يعني دائما أخاطب جيل الشباب والشابات، أخاطب جيل الأيام، أنه الرجولة مفهوم كتير عميق ومفهوم يحمل أمانة ومسؤولية تاريخية وتختلف عن الذكورة، ومليء المجتمع بالذكور. نحن لسنا بحاجة إلى ذكور، نحن بحاجة إلى رجال، ونحن بحاجة إلى نساء حقيقيات، نساء مثل ما وردنا في التاريخ على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، تلك النسوة اللواتي حققنا إنجازات رائعة حتى لو لم يكتب التاريخ عنها، لكن لو أردنا أن نبحث سنجد نسوة أثبتن جدارتهن وهن نساء. فليس بالضرورة أن أحاكي عالم الرجولة وأتشبه بالرجال وحتى يقال عني أخت رجال وبنت رجال. أنا أنثى وامرأة وفخورة بأنوثتي وبنسويتي، وبنفس الوقت أستطيع أن أقوم بمهامي وأدواري بشكل كامل دون انتقاص من كرامتي وأنثويتي ودون أن أتشبه بالجنس الآخر. فالذكورة والأنوثة شيء، والرجولة والنسوية والذكورة والرجولة كمان شيء آخر كمان شيء، زي ما قلتي هنا يعني إذا بتحكي لنا كم من من المقتطفات. من لا تتجاوز فكرته عن الحب أكثر من عدد النساء في حياته ويختزل الحب برغبة، يبدأها بجهد كبير للقاء وينهيها بمسج. أنا طبعا استخدمت لغة العصر اللي بتتناسب. للأسف حتى المشاعر الراقية، مشاعر الحب، أنه بعض الرجال يعتقد أن الحب هو عبارة عن عدد نساء، يعني يتبارى الرجال كم امرأة عرف في حياته، لا يهمه ولا ضميره يأنبه أنه قديش تلعبت بمشاعرها وعطيت
نفسيتها نفسيا. هل هو العنف والأذى هو جسدي فقط؟ الأذى النفسي واللفظي أشنع ووقعه على المرأة بكثير. من يبيع الأحلام للنساء ويبيع رجولته لمعشر الذكور. أمام معشر الذكور أنا رجل بمقاييس وامتيازات معينة، وأمام النساء بقمة الحمل الوديع والذي يناضل بحقوق المرأة. وفي هناك ملاحظة أنا لاحظتها بالعمل مع الطلبة يعني بمشاهداتي، أنه كثير من الرجال أمام الإعلام وأمام المجتمع الخارجي يتباهون في التغني بحقوق المرأة وفي التغني بعالم المرأة، وعلى مستوى حياة شخصية بكافة المجالات هم ذكور وليسوا رجال. وأمام معشر الذكور أو معشر الرجال، بعض الرجال يمارسنا الذكورة بالخشونة وبالصوت العالي وبالتدخل السافر بأمور معينة، لكن الرجولة هي قمة الرجولة، هي قمة، وهون استخدمت جملة الرفق بالقوارير، هي قمة الرجولة. الحنان صفة نمطية للمرأة، لكن وجود صفة الحنان عند الرجل هي قمة الرجولة أيضا، لا ينتقص من ذكورته أو فحولته. نحن نختصر الذكورة بالفحولة. يعني أنا حكيت كتير شغلات، من يدعي تعاسته الزوجية ليبرر علاقاته المتكررة، وهذه ظاهرة مشهودة موجودة بمجتمعاتنا للأسف، إنه يعني عشان إذا يبذل مجهود كبير عشان يوصل لامرأة معينة، حتى يعني يعجبه نموذج معين للمرأة الناجحة الجميلة القوية، لكن في الوقت نفسه يريد هاوس وايف منسميها، امرأة هي أم الأولاد وطباخة ومنظر في حياتي عشان تحقق أسرة في الأسرية. نموذج المرأة الناجحة يحب أن يحصل عليها ليشبع غروره ورجولته وفحولته ويغتال شخصيتها فيما بعد. وكيف يصل إلى هذه المرأة؟ يبرر تعاسته الزوجية. يعني هناك كثير من النساء اللواتي أخذنا قرار جريء في رفض هذه الازدواجية في الحياة والسير في حياتهن، وهناك من الرجال أحيانا هنا هذه الظاهرة معكوسة إلى حد ما، يعني عم بلاحظها، إنه طب يعني أنت رجل كل الحقوق والامتيازات ممنوحة لك ثقافيا واجتماعيا وقانونيا، لماذا تدعي تعاستك الزوجية؟ ولا أستطيع أن أترك الزوجة والأولاد وأقوم بممارسات علاقات جانبية عاطفية والتلاعب بمشاعر إناث آخرين. هناك تعاسة زوجية، خذ قرار، خلي المرأة تعيش حياتها وأنت عيش حياتك، لكن شماعة أعلق عليها أخطائي لأتلاعب بمشاعر وعواطف وأختال شخصية المرأة الناجحة المثقفة القوية وهذا النموذج الذي يعجب الرجل داخليا، هذا بنظري أنا يبتعد عن عالم الرجولة تماما. من يختزل الشرف والأخلاق في النساء فقط، وكأنه المرأة صفة الشرف والعفة والأخلاق مختزلة على المرأة، هذه صفة إنسانية يجب أن يتحلى بها المرأة والرجل بغض النظر عن الجنس وبغض النظر عن العرق وعن الدين. هاي صفة هي قيمة عليا في الدين وقيمة عليا في ثقافتنا العربية الأصيلة، تركنا القيم العليا وتمسكنا بالعادات البالية. فهل الشرف والأخلاق والعفة مقتصر على المرأة فقط؟ هل الرجل بعيد عن أن يلتزم بمعايير الشرف والأخلاق المحددة اجتماعيا وثقافيا؟ كثير أشياء بس بالأخير اختصرتيها، قلتي بدنا نحن النساء، أكررها، نحن النساء نريد رجالا وليس ذكورا. صح، برافو دكتورة. عن جد احنا انا شخصيا بحسد طلابك على وجود هيك دكتورة مثقفة متعلمة، افق عندك كثير بعيد. شكرا كثير لك، نيالهم شكرا لك. وأنا أشكر قناة رؤيا أولا على إبداعاتها وتعرضها دائما لمواضيع رائعة تحاكي وتلامس وتتغدغ مشاعر الشارع العربي ونبض الشارع الأردني، والتابو أيضا، هذه المواضيع أيضا بدها جرأة في الطرح وجرأة في تقديمها على التلفزيون. وأريد أن أختم الموضوع بطريقة مهمة، أنني الإسهام الذي قدمته في هذا الكتاب أو ما أحاول أعمله في عملي على تقديم مفهوم الجندر هو إعطاء صبغة عربية. لا نستورد الأمور من الغرب فقط بدون أن نعطيها خصوصية ثقافة عربية. هذا الواقع موجود في مجتمعاتنا العربية، وزي مثل ما ذكرت أن الله سبحانه وتعالى دعا إلى العدالة، فإعطاء هذه المفاهيم صبغة وغلاف ينتمي إلى ثقافتنا وخصوصيتنا العربية، هنا سننجح وسنصل إلى التغيير الحقيقي المنشود بوجود ناس أمثالك. شكرا كثير. شكرا دكتورة عصمت حوصل. كلمة منك هيك أخيرة
إلى قناة رؤيا، إلى قناة رؤيا، إلى إلي ولا ديانا الدباس المذيعة الناشطة في قناة رؤيا. رح أكتب لك إياها بعدين، بس رح أحكي لك إياها حكي. أفخر في كل امرأة تثبت وجودها في أي مكان. وهنا أنا ضد ما قلت المرأة ضد المرأة، أنا تحديدا كل امرأة نجاحها هو نجاح إلي. فإلى الأمام، ويعني إن شاء الله أنه نحقق أنا وياك من خلال التعليم ومن الإعلام نتيجة، وننشر ثقافة التغيير، وأن المرأة قد تنجح في أي مكان إذا أعطيت الفرصة. شكرا لك دكتورة. أهلا وسهلا فيك، غنيتينا اليوم. شكرا لك. هلا، يعطيك العافية. مكملين معكم بعد الفاصل، حنكون مع دانا وضيفها من الكرك.